بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طلاب الأعزاء، طلاب الصف الرابع الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة العلوم. اليوم إن شاء الله سوف نأخذ مراجعة على بعض المصطلحات الموجودة معنا في مادة العلوم. أول شيء معنا زي ما احنا شايفين في الصورة هو هذه هي الايه؟ الشمس. الشمس بنحصل منها على الايه؟ على الحرارة. طيب الحرارة بتوصل لنا هنا عن طريق ايه؟ الإشعاع الحراري. يبقى الإشعاع الحراري من ضمن طرق توصيل الحرارة. احنا خدنا طرق توصيل الحرارة ثلاثة، أول شيء التوصيل، ثاني شيء الإشعاع الحراري، ثالث شيء ايه؟ الحمل الحراري. يبقى إذا الإشعاع الحراري هو انتقال الطاقة الحرارية في الفراغ. بنحصل من مثل الايه؟ الشمس. يبقى الإشعاع الحراري هو انتقال الطاقة الحرارية في الفراغ. طيب تعالوا نشوف في الصورة الثانية، الكتاب هنا مع المصة، ها بيكون لي الايه؟ الاحتكاك. يبقى الاحتكاك هو قوة تعاكس حركة جسم معين عندما يكون ملامسا سطح جسم آخر. يبقى الاحتكاك هو قوة تعاكس حركة جسم معين عندما يكون ملامسا سطح جسم آخر، زي ما احنا شايفين كده. طيب عملية التبخر، زي ما احنا شايفين البخار منتشر في الجو أو أثناء الغيوم أو غير ذلك، هو تحول بطيء للمادة من الحالة الايه؟ السائلة إلى الحالة الغازية. يبقى إذا عملية التبخر هو تحول بطيء للمادة من الحالة السائلة إلى الحالة الايه؟ الغازية. طيب ننتقل بعد ذلك إلى عملية التجاذب. احنا قلنا من المغناطيس بكل ايه؟ قطبين، قطب جنوبي وقطب شمالي، قطب شمالي وقطب ايه؟ جنوبي. قلنا إن الأقطاب المختلفة الشمالي مع الجنوب يحصل لهم ايه؟ تجاذب. الأقطاب المتشابهة تتنافر. يبقى إذا التجاذب هو حركة الأقطاب المغناطيسية المختلفة بعضها نحو إيه؟ نحو بعض. طب تعالوا نشوف الترشيح، هو إحدى طرائق فصل المخاليط باستخدام إيه؟ المصفاة أو المنخل أو ورق الترشيح، زي ما إحنا شايفين كده في الصورة. الطالب هنا معاه المصفاة أهوت ويقوم بالإيه؟ بعملية الترشيح. طيب عملية التسارع في الصورة زي ما احنا شايفينها هو التغير في سرعة الأجسام أو اتجاهها خلال فترة زمنية محددة. يبقى التسارع هو التغير في سرعة الأجسام أو اتجاهها خلال فترة زمنية محددة، هذا يسمى عملية التسارع. طيب زي ما احنا شايفين تغير حالة المادة اهو، تغير فيزيائي بسبب تحول المادة من حالة إلى أخرى. هنا المادة كانت ماء تحولت لبخار، لهذا يسمى تغير فيزيائي وهو تحول المادة من حالة إلى أخرى. ننتقل بعد ذلك إلى التغير الفيزيائي، وتغير لا ينتج عنه مادة جديدة بل تبقى المادة الأصلية كما هي. زي ما احنا شايفين هذا البخار اهوت، والبخار ده هي مادة سائلة اللي هي الماء، تبقى الماء كما هي ولكنه تحول من المادة السائلة للحالة الايه؟ إلى المادة الايه؟ الغازية. طيب التغير الكيميائي هو تغير ينتج عنه مادة جديدة لها خصائص تختلف عن خصائص المادة الأصلية، زي ما احنا شايفين في الصورة أول، هذا يسمى تحول كيميائي أو تغير كيميائي. التفريغ الكهربائي بينتج عن نتيجة الكهرباء الساكنة تفريغ للشحنات اللي هي موجودة وانتقال سريع للشحنات الكهربائية من جسم إلى آخر. طيب ننتقل بعد ذلك إلى عملية التقطير، زي ما احنا شايفين في الصورة أول، هي عملية يتم بها فصل مكونات مخلوط باستخدام التبخير والتكسير. طيب الشكل اللي أمامنا ده اسمه ايه؟ تلسكوب أو المكراب، هو أداة تجعل الأجسام البعيدة تبدو قريبة، بنستخدمه في تقريب الأجرام السماوية. طيب عملية التنافر، زي ما احنا شايفين قطب جنوبي وقطب جنوبي، هيحدث ايه؟ هيحدث التنافر. يبقى التنافر هو تباعد الأقطاب المغناطيسية المتشابهة بعضها عن بعض، زي ما قلنا في الشكل اللي كان قبل كده، إن الأقطاب المختلفة تتجاذب والأقطاب الإيه؟ المتشابهة تتنافر، زي ما إحنا شايفين دي عملية الإيه؟ التنافر. طيب عملية التوصيل الحراري، يبقى دي الطريقة الأولى من طرق انتقال الحرارة. قلنا التوصيل الحراري وخدنا الإيه؟ الإشعاع الحراري، وانتقال الطاقة ومنها الطاقة الحرارية أو الكهربائية بالإيه؟ بالتلامس المباشر، هذا يسمى طريقة التوصيل الحراري. وإلى هنا يا أحباب نكون قد انتهينا من درس هذا اليوم، دمتم في رعاية الله وحفظه، ولو في استفسار إن شاء الله بنتابع معكم من خلال
منصة مجمع مدارس جيل المستقبل الأهلي.